يعني قلت مش هقدر اروح. طب على سيره بقى المدربين، فاكر اول لقاء ليك كان مع مانويل جوزيه؟ دي كانت خناقه. خناقه؟ انا طول عمري بتخانق مع مدرب. ليه طيب؟ معرفش. هل انت ما بتحبش فكره السيطره او ان حد يديك اوردر او كده؟ بص انا او يوجهك؟ بص انا طول عمري مقتنع ان انا لعيب جامد قوي، يعني ممكن اكون انا قناعاتي مش مظبوطه، بس انا طول عمري مقتنع ان انا لعيب جامد جدا. اول تدريب مع جوزيه في القاهره كنا بنتمرن في فريق نصر. كنت جايب منتخب اولمبي تمام، فما اعرفش بقى الرولز اللي هو بيعملها في التدريبات. قال لك لازم تلبس الشنجار بتاعك وتحطه وتلبس شراب طويل، واحنا مش واخدين على كده، احنا الشراب القصير وبنلعب. كنا في مدينه نصر، اوضه اللبس بعيده عن الملعب تقريبا كيلو. فانا لبست الشراب القصير ورايح تمام. فبعد ما جرينا كده سخنا، نادى عليا، كان لسه كنت انا ساعتها 19 سنه. قال لي وير از يور شنجار؟ قلت له تحت. قال لي تحت، طب روح هاته. قلت له لا مش هجيبه. مش هجيبه؟ قلت له لا مش هجيبه. طب هو يعني خايف عليك يعني، المفروض يعني يضحي بفوز على رجلك على فكره. بص هو مستر مانويل شخصيه يعني، بص انا 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 عارفه ان هو وكلنا عارفين ان هو شخصيه قويه جدا. ولما قلت لي ان انا عندي مشكله معاه ما استغربتش، بس لما قلت لي عندي مشكله مع كل المدربين هو ده اللي انا كان بالنسبه لي مثلا عليه علامه استفهام شويه. لا لا عادي عادي عادي. وانت متمرد مثلا؟ لا خالص والله بالعكس. امال ايه طيب؟ انا مشكلتي كلها مشاكل فنيه مش مشاكل اداريه. طب عايزين نرجع تاني للموقف وبعد كده نشوف مشكلتك. فقال لي روح هات روح هاته. فانا طبعا بعيد، كان كابتن مختار واقف وكابتن حسام البدري فقلت له لا، قلت له مش هجيبه تمام. فقال لي ليه؟ قلت له لا بعيد، بعد حد يجيبه. فانا ساعتها كنت السنه اللي قبليها على طول كنت عامل شويه خناقات كده تمام. فكنت همشي من الاهلي اساسا. اصلا فهم مانويل جوزيه مستر مانويل قال لك تبعتون نشوفه. انت لسه هتشوفني؟ انت لسه هتقعد تشوفني يعني تقرر اذا كنت انا كويس ولا لا، تقعدني ولا لا؟ فقلت له لا. يعني كنت يعني مش مستبيع، بس قلت خلاص انا كده كده يعني الامور صعبه، انا نجم بقى. فلا خلاص ما جاي تتنك عليا؟ لا خلاص. جايبتنا تتنك علينا؟ فقلت له لا انا مش هجيبه. قال لي خلاص مش هتتمرن. قلت له عادي بسيطه وسهله، مش عايز اتمرن. ايه ده؟ فبص لي كده، مش عايز اتمرن؟ مين ده؟ فكابتن مختار الاولاني، ايه ده يا احمد؟ روح. قلت له والله ما اجيبه. عايزين مش عايزين خط حريه. وما جبتوش فعلا؟ ما جبتوش. وما اتمرنتش؟ ما طلعت. طب ايه المشاكل الفنيه بقى اللي دايما بتبقى بينك وبين المدربين؟ ممكن نختلف في مشاكل في حاجات مثلا فنيه، ازاي تتحرك، ازاي تجيب جون، ازاي تلعب، ازاي يعني مثلا في مره من المرات بنعمل تمرين كروسات كده. فكان كابتن حسام بدري هو اللي ماسك الفريق، كان مدير فني، فبنعمل كروس كده، فانا رحت على القريبه فلعبتها على البعيد حطيتها جون فصفر. فقلت اكيد بيقول اللي بيرفع يعني ارفع بسرعه شويه. فلقيته جاي بيقول لي يا بلال الكره لما تجي لك على القريبه لازم تحطها في وشها. فقلت له حطها في وشها ازاي يا كابتن؟ قال لي كده. فقلت له لا بص يا كابتن، انا بقى لي 20 سنه بلعب راس حربه تمام. ده كانت اخد دي في سنه المشاكل يعني. واسم احمد اجوال. يعني انا اقول لحضرتك مع احترامي انا بحبك جدا وبقدر رايك، بس انا اقول لحضرتك الكره اتحط في انهي حته؟ حطيتها الناحيه الثانيه. فطبعا ايه وقف لي كده. ما هو ده اللي مخليك ما تلعبش. هي دي اللي مشيتك من الاهلي ولا لا؟ دي وشويه حاجات كمان، دي وشويه حاجات كده جنبها. طب مين المدير الفني اللي انت كنت ممكن تسمع كلامه من غير نقاش؟ بص انا موجود اصلا؟ انا من غير يعني في التاكتكس. لا هو يقول اي مدير فني بيقول تعليمات داخل الملعب انا بنفذ على فكره. خالص. تمام. يعني بقول ما بقولش لا، يعني ما بعترضش، ما بقولش لا غلط او مش هتحرك. لا لا بالعكس، انا بسمع كلام جدا 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 في الملعب، لكن انا بتكلم على الحاجات الفنيه، ازاي تشوط الكوره، ازاي تحطها بدماغك، تحس ان هي دي حاجه تخصك انت لوحدك، بحس ان دي حاجه يعني دي بتاعتك انت كراس حربه، بتاعتك انت كلاعب. انما اتحرك يمين، طب انزل تحت، طب اتحرك شويه على الجنب، طب اتحرك في نص الملعب، كل ده مقبول جدا جدا بالنسبه لي. يعني انا بالعكس ده انا يعني من اكتر الناس اللي بتحب تنفذ تعليمات المديرين الفني، لكن انا بتكلم على الحاجات اللي فيها فنيات. يعني ازاي تشوط بالخارجي، ازاي تشوط بالداخلي، ازاي تقطم وتلعب في البعيده، ازاي تحط بدماغك، يعني الحاجات دي حاجات بشوفها انا حاجات خاصه. يعني انا مش معقول مثلا يبقى واحد
دون مسميات يعني خالص، وعلى فكره مش مقصودش حد والله خالص. مش معقول مدير فني كان بيلعب باك رايت هيجي يقول لي تحطها بدماغك ازاي؟ استحاله. يعني حتى مش تبقى مقنع بالنسبه لي. طب انت شايف ان دماغك الناشفه خسرتك؟ يا نهار اسود خسرتك. ننهي بقى فقرتنا 1 to 1 ونرجع تاني، ما تروحش في اي حته.